أنا مرة من المرات أحكيش مرة من المرات دخلت إلى أحد المكاتب السياسية بدعوة لقيت أحد القيادات العسكرية قاعد في مكتب مسؤول قاعد في مكتب القيادات الحزبية. فبصراحة نسيت خبر رئيس الكار قلت له شنو قياداتك تفتر هنا؟ شنو معناها من وجهة نظر؟ معناها هناك قيادات تسعى أصبحت يعني دق أبواب المسؤولين السياسيين هاي الحكومة لو بالحكومات السابقة لا هاي الحكومة كل الحكومة هاي لا بس هاي الحكومة هاي الحكومة هاي الحكومة, هاي الحكومة. وشخص معروف عسكري ترتبه كبير يدق على ابواب السياسيين عم يحصل مثلا منصب قائد القوى البريه او قائد كذا وكذا. هذا احنا مشكله المحاصصه والتوافقيه والولاء الحزبي والولاء لقيادات وزعامات الكتل السياسيه هذه كارثه كبرى.